كمل كمل مرة ستنسى أن نجاحك ممكن ممكن هو ممكن امضي ولا تستسلم تستسلم فلحلمك يوم سوف تراه حتما 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 لا تبالي لا لا بما تسمع من قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشباب، لاباس عليكم؟ بخير يا على بركة الله. فيديو جديد، حصة جديدة، المعادلات والمتراجعات. الشباب اللي ما تيكونش عندهم حل، انا ركزوا عليهم في هذه الحصة. بزاف التلاميذ كيتخربقوا ملي تيخرج لهم مثلا صفر يساوي ثلاثة، ما تعرفوش يقولوا واش با دو سوليسيون ولا تو لي نومبر سوليسيون. كذلك في ليكواسيون نحلوا اليوم هذا المشكل بإذن الله. هذو كيتحطوا في الامتحان. جمعت لكم هذه السيري هذه اللي حطيتها لكم ديجا في الجروب، والناس تبارك الله اللي خدموها، برافو عليكم. وشوفوا دابا الكوريكسيون. دونك ليكزيرسيس 1 ريزو résoudre les équations. Donc, une première équation, smita A1, et smita A1, A2, A3, A4, A5, et smita les équations. Nous avons l'équation l'oula. وملي غنخدموها ان شاء الله غيبان لينا داك البلان اللي كنهضروا عليه. صافي، دونك عندي 2 فوا 3 اكس موان 2 ايتيغال 6 اكس بلس 3. بطبيعه الحال هنا عندي ديفلوبمون شباب، 2 في 3 اكس هي 6 اكس، 2 في ناقص 2 هي ناقص 4. اوكي، ندير تساوي، عندي هنا 6 اكس زائد 3. جيد، دونك تبعوا معايا. دونك هاد 6 اكس غتبقى بلاصتها، دونك 6 اكس غتقطع الواد، غندير اللي غتبدل الاشاره ديالها تساوي، ما بقاوش عندي الحروف. 3 هي مولات الدار نكتبها هي الاولى، ناقص 4 تمشي لي تولي زائد 4. دونك 6 اكس ناقص 6 اكس هي 0. بلا ما تقول 0 اكس باش ما تدوخش، قول هي 0 حرفيه. 3 زائد 4 هي 7. دونك شنو كتلاحظوا الشباب؟ خرجت لينا 0 كتساوي 7، ما بقاتش اصلا اكس. هذه اول حاجه. ثانيا خرجت لنا واحد المعلومه غلطه، واش 0 كتساوي 7؟ ملي تخرج لك معلومه غلطه غادي تقول با دو سوليسيون. عقل عليها، الا خرجت معلومه صحيحه ما غنقولوش با دو سوليسيون، ديك الساعه نقولو تو لي نومبر اي سوليسيون. ركز معايا، دونك هنا ما كاينش الحل. صافي، ملي تخرج معلومه غلطه با دو سوليسيون، سواء في ليكواسيون ولا في انيكواسيون. صفر واش كتساوي 7؟ لا، با دو سوليسيون، معلومه خاطئه هذه، با دو سوليسيون. نمشيو للثانية ونزيدو نفهمو مزيان. أ دو 5 إكس موان 3، هنا عندنا ديفلوبمون شباب، غنديفلوبي هذا في هذا وهذا في هذا. غادي ما نهضرش معاها، كاين اللي غينسى يديفلوبي هذه 5 إكس، غادي نبعد منها نهبط ونكتبها ما نهضرش معاها. دونك 5 إكس غنخليها بلاصتها، موان عندي ديفلوبمون 3 فوا إكس هي 3 إكس، موان 3 فوا موان 2 هي بلوس 2، إتيغال 2 إكس بلوس 6. جيد، دونك غادي نحسب انا 5 اكس موان 3 اكس هي 2 اكس، هاد 2 اكس غندير ليها تولي موان 2 اكس، ايتيغال 6 نخليها بلاصتها، هاد 2 تمشي ليها تولي ناقص 2، 2 اكس ناقص 2 اكس هي 0، 0 كيساوي 4. او نفس البلان عاوتاني الشباب، اذا معلومه غلطه شنو غادي نقول؟ امبوسيبل، با دو سوليسيون ولا امبوسيبل، نفس البلان. صافي، جيد، سير معايا دابا للثالثه. ا 3 جذر 3 اكس، غادي نكتبها لك هنا، جذر 3 اكس ناقص 2 تساوي 2 اكس بين قوسين جذر 3 ناقص 4 ناقص اكس جذر 3. يال، دونك شنو عندي البلان اللي كاين هنا؟ عندي اول حاجه غنديفلوبي هذا، مي جذر 3 اكس راه حرف، هاد جذر 3 اكس راه ممكن نكتبها اكس جذر 3، من الاحسن نسبقوا الحرف هو الاول. موان 2 صافي، دابا انا غنسبق الديفلوبمون، 2 اكس فوق راسين 3 هي 2 اكس راسين 3، 2x فوا موان 4 هي موان 8x. اوكي، هاد موان x غاسين 3 ما غاش نهضر معاه عادي جدا. اوكي، دونك x غاسين 3 مع 2x غاسين 3، لاحظ كاين واحد الحساب. انت شوف 2x غاسين 3 موان x غاسين 3 هي x غاسين 3، دونك شنو غادي ندير؟ غادي نحسبها وندير ليه 2x جذر 3 ناقص x جذر 3. الا حسبتي هذا مع هذا غيعطيك x جذر 3، x جذر 3 الا ديتها ليه شنو تولي؟ تولي موان x غاسين 3. صافي، هاد ناقص 8 اكس هي طبعا تمشي ليه تولي 8 اكس. صافي، تساوي، مابقاوش عندي الحروف، هاد ناقص 2 غندير ليه تولي 2، اكس غاسين 3 مع موان اكس غاسين 3 دونك ما تبقى صفر، دونك 8 اكس تساوي 2، معناتها اكس شنو تساوي خويا؟ 2. انا ربط داك 8 لتحت، 2 على 8 هي 1 على 4. دابا انت ولفتي اصحابك ديما تخش با دو سوليسيون، لا هذه عاديه، خرجت اكس تساوي 1 على 4، دونك تنقولوا 1 سور 4 اي سوليسيون دو 7 équation ou les angulo l'équation admet une seule solution est 1 sur 4 يعني المعادله تقبل حلا واحدا هو 1 على 4. صافي، بالعربيه حل المعادله هو 1 على 4.
اوكي نمشيو لين بعد منا الشباب عندي موان 2 فاكتور اكس او كاري موان 3 اي تيغال موان 2 اكس او كاري بلس دونك اول حاجه كتب لي غندير ديفلوبمون هنايا موان 2 فوا اكس او كاري موان 2 اكس او كاري موان 2 فوا موان 3 هي بلس 6 تيغال موان 2 اكس او كاري بلس 6 لاحظتي واحد القضيه من هنايا لاحظ بان هادشي كساو هادشي لاحظتي دونك معناتها الا جبت هذا الحرف من هنايا في الخا شنو يخرج ليا يخرج ليا صفر كيساوي صفر لان ملي غنجيب هذا هنا هاد ستة نخليها بلاصتها تا هاد ستة ديال ليه لاحظ هادي غتولي صفر و تساوي صفر دابا هنا عكس قبيلة صفر كتساوي سبعة صفر كتساوي ربعة تنقولو امبوسيبل هنا المعلومة صحيحة صفر كتساوي صفر منقولوش امبوسيبل لا هادي معلومة كوريكت نقولو تو لي نومبر تو لي نومبر غيال سون سوليسيون دو سيت إيكواسيون جميع الأعداد الحقيقية حل هذه المعادلة بالعربية أوكي نمشيو لي من بعد منها دونك لي من بعد منها عندي فيها فاكتوريزاسيون أ 5 إكس موان 5 فاكتور إكس بلس 3 وعندي بلس عاوتاني 5 هذي كتحط الشباب تاي في الإمتحان موان إكس فيها واحد البياج دونك شوف هنا الفاكتور كومان هذا هو التيرم 1 وهذا التيرم 2 ولكن لاحظ فاكتور كوما هادي اكس موان 5 وهادي 5 موان اكس يعني كيسمى فاكتور كوما اوبوزي هما بحال بحال ولكن الاشارات مختلفين هادي اكس موجبه وهنا اكس سالبه وهنا موان 5 سالبه وهنا 5 موجبه شنو غادي ندير غندخل عند هادي ولا ندخل عند هادي وغنعمل بالناقص نمشي مثلا عند هادي كيفاش كنعمل بالناقص كندير كروشي كندير ناقص وكنحل الاقواس شنو تنكتب داخل الاقواس كنكتب لوبوزي ديال هادي اللي هي 5 موان اكس حيت دابا الا دخلتي هاد ناقص على 5 غتولي ناقص 5 ولا دخلتي ناقص على ناقص اكس تولي زائد اكس يعني هادي بحال اللي كان فاكتوريزي بالموان اوكي من بعد غادي نكمل عادي هاد اكس بلس 3 عادي جدا صافي دابا راه لقيت الفاكتور كومان 5 موان اكس ايتيغال 0 صافي دونك غنفاكتوريزي دابا باش ب 5 موان اكس لان الفاكتور كومان هو 5 موان اكس ها هي 5 موان اكس اوكي نفاكتوريزي ب 5 موان اكس فوالا اونتر بارونتيز في نحل الاقواس ولا الكروشي احسن غندير كروشي لان هذا الموان اللي غيبقى رد البال غيبقى الاكس بلس 3 دونك معناتها اكس بلس 3 خصني نديرها اونتر بارونتيز بلس رد البال عندك تقول ما بقى والو هنايا راه بقات ال 1 انتبه بلس 1 سد الكروشي ايتيغال 0 دونك 5 موان اكس غنخليها عادي جدا في هنا غيدخل ناقص على اكس تولي ناقص اكس غيدخل ناقص على 3 يولي ناقص 3 زائد 1 تساوي 0 هاد لي كروشي دابا راه ممكن نردهم اقواس اذا شباب مي تيكون عندي برودوي دو زيكواسيون نول دونك شنو كندير كندير بروميير ايكواسيون هادي ايتيغال 0 و كندير هاد دوزيام هادي اللي هي موان اكس موان 3 بلس 1 هي موان 2 ايتيغال 0 صافي دونك هادي الا كملتها غتعطيني اكس ايتيغال 5 الا كملتها بشويه عليا ديت هذيك 5 اللي غتولي موان 5 موان اكس ايتيغال موان 5 كنضرب في ناقص 1 تولي في الاخر 5 وهادي الا ديت ديك موان 2 اللي شنو تولي 2 نضرب هنا في ناقص 1 باش تولي هادي اكس طب بحال هادي نضربها في ناقص 1 تولي ناقص 2 اذا شنو هما لي سوليسيون غنكتب ديك الساعه على فراز لي سوليسيون دو سيت ايكواسيون سون 5 اي موان 2 صافي مزيان يلا شباب غنمشيو دابا ليكزيرسيس 2 نفس البلان غيكون عندنا ولكن هنا لي زين ايكواسيون غيزودغ لي زين ايكواسيون دونك نبداو بالبرومي ان ايكواسيون 3x موان 2 سوبيريور او ايغال x فاكتور 3 موان 5 شوف 3 موان 5 كيبغي يقول بونا 3 ناقص 5 هي ناقص 2 دونك ناقص 2 وعاد زائد ديك 5x اوكي سير على دونك 3 اكس راه هي 3 اكس موان 2 فوالا هذه غنحسبها بعدا هي ناقص 2 اكس زائد 5 اكس دابا هادو حروف غيمشيو ليه ولكن عوض ما ديهم اللي حسبهم بعدا عاد ديهم 5 اكس ناقص 2 اكس هي 3 اكس ديها ليه تولي ناقص 3 اكس فهمتي حسبتها وعاد ديها اكبر من او تساوي ناقص 2 تمشي ليه تولي 2 انتبه 3 اكس ناقص 3 اكس صفر ما تكتب صفر اكس غدوخ كتبها هي صفر حيت صفر اكس راه هي صفر صفر خرجت لي صفر اكبر من او تساوي 2 اذا هنا غنطرح على راسي سؤال واش هاد المعلومه صحيحه ولا غلطه واش صفر كبر من 2 الا درتي لا دروات غرادوي صفر صغر من 2 معروفه دونك صفر ما كبرش من 2 اذا شنو نقول امبوسيبل با دو سوليسيون حيت المعلومه خارجه لي غلطه
تقولي اسد عاوتاني الا خرجت المعلومه صحيحه نقول تو لي نومبر غي سون سوليسيون فوالا. نمشيو للثانيه اكس موان 3 سور 2 سوبر ستريكتومون 2 اكس موان 1 سور 4. دونك انا عندي الكوسور طبيعه الحال في الكوسور كنوحدوا المقامات. دونك هاد جوج غنضربها في جوج وهاد اكس موان 3 كامله نضربها في جوج. غنوحد المقامات الشباب علاش؟ على 4 باينه ياك. دونك نضرب هادي في جوج غتولي لي 4 صافي. هاد اكس موان 3 هاد اكس موان 3 غنضربها كامله في جوج. غنضرب اكس في جوج غتولي جوج اكس اوكي. وناقص 3 في جوج غتولي ناقص 6. دونك غتولي جوج اكس ناقص 6. هاني وحدت المقامات اوكي. اكبر من قطعا من جوج اكس ناقص 11 على 4 اوكي. دونك حنا عندنا القاعده ملي كنكونوا مقامات موحدين هاد الربعه كنشطب عليها. دونك شنو غيبقى ليا؟ غيبقى ليا 2 اكس موان 6 سوبيريور ستريكتومون 2 اكس موان 11 اوكي. دونك دابا الا جبت هاد 2 اكس لهي غتولي 2 اكس موان 2 اكس سوبيريور. هادي موان 11 نخليها بلاصه. موان 6 الا ديتها لها تولي بلوس 6. 2 اكس موان 2 اكس هي صفر. ناقص 11 زائد 6 هي ناقص 5 اوكي. دابا غنشوف واش هادشي صحيح. والصفر كبر من ناقص 5 فعلا. صفر كبر من جميع الاعداد السالبه. اذا شنو غنقول هنايا؟ ما نقولش امبوسيبل تو لي نومبر جميع الاعداد تو لي نومبر غيال سون سوليسيون دو سيت انيكواسيون اوكي. دونك جميع الاعداد حلول لهذه المتراجعه. يلا الشباب نمشيو لين بعد منها. اكس غاسين 2 موان زان سور 2 انفيريو ايكال غاسين 2 اكس موان غاسين. دونك عندي ديفلوبمون خاصني ديفلوبي هذا الشيء. فوالا جذر جوج في اكس هي اكس جذر جوج. نحاول نسبق الحرف هو الاول. جذر جوج جذر جوج راه هي جوج. جذر جوج او كاري هي جوج اوكي. هذا حرف غيمشي لي. دونك اكس غاسين 2 موان اكس غاسين 2 ديت هذا لي انفيريور ايكال هادي موان 2 غتبقى هادي غنديها لي تولي بلس 1 سور 2. الا حسبتي هذا تعطيك 0 صافي. موان 2 بلس 1 سور 2. دونك الا وحدنا المقامات غتعطيني الشباب موان 4 موان 3 3 سور 4 فوالا. موان 3 سور 4 موان 4 بلس 1 وحدو المقامات بشويه علينا غتعطيني موان 3 بلس 4 اوكي. دونك واش صفر صغر من موان 3 سور 4؟ غلط. صفر راه كبر حيت هذا ان نومبر نيجاتيف. اذا شنو غندير هنايا؟ غندير امبوسيبل سيتادير با دو سوليسيون. يلا اللي من بعد منها عندي موان اونتر بارونتيز اكس موان 3 انفيريور ستريكتومون 5 اكس موان 2. دونك انا خصني نحيد البارونتيز غندخل ديك الناقص بعدا. ناقص ادخل على اكس تولي ناقص اكس وادخل على ناقص 3 تولي زائد 3. ديك 5 اكس ما ندوش معاها. هذه عاديه جدا الشباب. 5 اكس غتمشي لها تولي ناقص 5 اكس فوالا. معذره تنذكر اسئله الامتحان طروات تمشي لها تولي موان 3. دونك موان اكس موان 5 اكس هي موان 6 اكس موان 2 موان 3 هي 5. دونك انتبه غنهبط ديك ناقص 6 لتحت عادي جدا بحال اللي كنخدم ليكواسيون. ولكن دائما كنطرح على راسي سؤال واش قسمت على موجب ولا على سالب؟ قسمت على سالب دونك الرمز غادي يتبدل. ناقص 5 على ناقص 6 هي 5 على 6. دونك داك الناقصات غنحيدهم فوالا. اذا هنا عندك تقول امبوسيبل تو لي نومبر سوليسيون. لا عادي جدا تو لي نومبر الجمله الشهيره تو لي نومبر غيال جميع الاعداد الحقيقيه. كنقرا الرمز اللي عندي هو سوبيريور سوبيريور ستريكتومون عفوا ستريكتومون اكبر قطعا ا 5 سور 6 اوكي. تو نومبر غيال سوبيريور ستريكتومون ا 5 سور 6 سون سوليسيون هم حلول لهذه المتراجعه او لهذه المتراجعه دو سيت انيكواسيون اوكي. شباب العبره بالخواتيم بقات لنا الشباب غير هذه جوج جذر جوج اكس ناقص 3 اكبر من جذر 8 اكس. دونك او ثاني تنعرف بان هذا حرف غيبقى بلاصتو وهذا غيمشي ليه موان غاسين ويت اكس اكبر هذا ناقص 3 يمشي ليه ولي 3. لاحظوا واحد القضيه شباب بانه جذر 8 الا بسطتوها راه هي جوج جذر جوج لان جذر 8 هي جذر 4 في جذر 2 اللي هي 2 جذر 2 صافي متفقين. 2 جذر 2 اكس ناقص جذر 2 اكس هي 0. واش 0 كبر من 3؟ خطا. 0 صغر من 3 معناتها امبوسيبل اوكي. دونك شباب نكونوا هكا الحمد لله صحينا معكم السيري كامله. نتمنى تكونوا استفدتوا ولو غير شويه. بارطاجيو لي الفيديو التعليقات ديالكم زوينين. واش محكومه الشباب كلشي طابي محكومه في التعليقات. بارطاجيو الفيديو كيتلو مع الاصدقاء ديالكم. اي سؤال مرحبا دخلوا الجروب دائما في التواصل مع التلاميذ مرحبا. والناس ديال العرض كذلك مرحبا بكم. الناس اللي بغاو يلتحقوا بنا في العرض مرحبا بكم. حاليا حاليا ممكن تلتحقوا مرحبا بكم. مرة ستنسى أن نجاحك ممكن. ممكن هو ممكن.
تبالي. لا لا لا. بما تسمع من